فلوسك مظبوطة يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمة والديك ميتين أو صحيين ما في نفسي أي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطة. عايزين الحلاوة بقى يا حاج. من عناي. حالا نجيب الساعة. ساعة؟ ساعة إيه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول. وعلشان أنت قطاع خاص هناخد 15%. نعم أرحمك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ يا راجل بقى هنخليهم 20% ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده باراكوتا؟ تمام يا صاحبي. على البركه. يا قليل الادب. كتر الكشري اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جبه. هبقى حليلك بقك ببسبوسه. لا انا عايز احلي بعضله لحمه. مالك يا بركوت؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. تعملي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربية دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربية دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ عصام من ريحة المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما شافش من الغربال يبقى أعمى. وهي لو كانت متجوزة ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ شاركنا فيها. انت باين عليك فايق. دي خردة هتعمل بيها ايه؟ لمسة واحدة من ايدي خليها لك عروسة. ليه؟ صحار؟ لا دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا. والسواقة كمان علينا. قلت ايه؟ انا اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. نقرا الفاتحة؟ ايه؟ نقرا الفاتحة؟ نقرا الفاتحة. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض، طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. العربية اجيب تمن نقل مع البلد. قرب يا بلاش. الوحدة 3:30 اجيب
100 حبايه قرب. يلا الواحده 3.5 100 حبايه يا بلاش قرب معلمين. الواحده 3.5 100 حبايه وادي 200 حبايه. الواحده على 3.5 يا بلاش قرب معلمين. ده كده كتير يا قلطه. والله انا عبد المامور عندكم صاحب المالك فاهمه معاه. حاجه بالعقل. لما تقع علينا البطيخه ب 3.5 هنبيع عليك زبون بكام؟ ان شاء الله ب 100. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه أربعة جنيه. بقول لك إيه؟ إيه؟ يا حمود شغال حسابنا. حسابنا في إيه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما زوكا. بتفهم في الطب. ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكفي. دي ما تكفيش غير اللي جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بقى الحجمان عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول. وما اقدرش افرط في حبايه واحده. أنا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج أبو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، أنا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا أبو الحاج. أيوة بس دول مش كفاية يا حاج. معلش يا أبو الحاج، أصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله؟ بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين. واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي. مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخلي. معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا شخلي الجيبه. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله. ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربية بالهداوة بس يا معلم. تعال بس عايز كام؟ 200 جنيه تعال انا حدهم لك. تعال معكش ولعة؟ معايا. خيو لو ما انتهى روحك بدأ على رقبتك فاهم؟ حاضر يا كوتش حاضر. Oh!
بلاش يا بركات. لا بركات بلاش الدم. عشان خاطري بلاش يا بركات. خوليو هات حبل أربة الرجالة. بركاتة اوصل لأبو نعيم هليجيب العمدة والغفر ويتكلم المركز. هجيب لهم الحكومة كلها. تبنى يا بلدينا صلاح النوبة عشان خاطر الست.